ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. بداية، البورصة المصرية شهدت اليوم تباينا في الأداء، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ يعني هو بالفعل اليوم حالة من التباين الحقيقة المستمرة خلال الفترة الماضية على أداء مؤشرات البورصة المصرية. اليوم ارتدادة متوقعة كانت للمؤشر الثلاثيني مع بداية الجلسة، وكانت واضحة مع نهايات جلسة أمس واللي بدأت على تراجعات كبيرة مع بداية الأسبوع وقلصت من خسائرها أمس مع نهايات الجلسة. فكان طبيعي أن نشوف أن المؤشر الرئيسي اليوم بيفتح على ارتفاعات أو بيبتدي الجلسة على ارتفاعات قوية، وكان بدعم من القياديات وخاصة التجاري الدولي والمصرية للاتصالات بقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، إلى جانب طبعا إعلان نتائج الأعمال اللي يعني بتتابع أو بتتوالى في إعلان نتائج أعمال الشركات الجيدة المدرجة الحقيقة، وفيها معدلات نمو جيدة. فكان طبيعي إن احنا نشوف ارتفاعات قوية اليوم مع بدايات الجلسة، والاقتطاع خلال المؤشر الثلاثيني إن هو يخترق حاجز 17000، ولكن مع الضغوط البقائية وجني الأرباح وخاصة من المؤسسات المالية الأجنبية على قياديات السوق لم يستقر المؤشر أعلى حاجز 17000، وشفنا تراجعات مع نهاية الجلسة بحوالي 23 نقطة، والمؤشر الثلاثيني أغلق عند مستوى 16803. على الجانب الآخر مؤشر 70 استمرار للأداء الجيد المنفصل الحقيقة عن أداء قياديات السوق، وده كان متوقع بعد مرحلة التجميع الطويلة اللي ظلت فيها الأسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة القوية ماليا منها واللي واضحة على نتائج أعمالها. اليوم تجربة المؤشر السبعيني مع منتصف الجلسة على المستوى أو الحاجز التاريخي ليه 3075 نقطة، كان لازم نشوف من عندها شوية جني أرباح مع برضه مع نهايات الجلسة والعدوى البهائية اللي انتقلت من الثلاثيني للسبعيني، ولكن أغلقنا بقى المنطقة الخضراء بصعود حوالي 5 نقط عند 3067. اعتقد ان المؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه واضح عليه الايجابيه اكتر في ادائه، واللي هتستمر خلال الفترات القادمه بتحقيق مستهدفات اعلى نحو 3200 ثم 3400. اما المؤشر الثلاثيني هيظل في المنطقه العربيه بين 16700 نقطه الى 17200، يعني لحين اختراق حاجز 17200 والاستقرار اعلاها، واعتقد ده هيكون متزامن مع تنفيذ احدى الصفقات يعني بقياديات السوق او على قياديات السوق وخاصه بقطاعات اللي تحدثت عندها الدول العربيه للاستحواذ عنها، او الاعلان الزمني بخطه زمنيه محدده لطرح اول شركه حكوميه هيكون الاداء بيتحول معاها، وهنقدر ان احنا نخترق حاجز 17200 ونستهدف ال 18000 نقطه. نعم استاذ محمد، تابعنا انباء نيه الحكومه بيع حصه اقليه في شركه المصريه للاتصالات، ما تقييمك لهذه الخطوة؟ وهل هي بادرة إيجابية على عودة الاستثمارات الخليجية للسوق المصرية؟ يعني خلينا نقول إن المصرية للاتصالات من أقوى الكيانات داخل قطاع الاتصالات الموجودة بالسوق، ومش بس بالبورصة، ده أكبر كيان اتصالات موجود داخل الدولة، والدولة بتمتلك نحو 80% من الشركة وفيها 20% بتداوله داخل السوق. فكان من المفترض يعني النظره الايجابيه للدول الخليجيه بالنسبه لكيان قوي زي المصريه للاتصالات، وبالفعل اليوم الحكومه افصحت عن يعني طرح 10% للبيع، واللي هيتولى اداره هذا البيع هم سي اي كابيتال والاهلي فاروس، وخاصه بعد نتائج الاعمال الجيده للشركه ومعدلات النمو يعني بحوالي 9% واللي بلغت الارباح خلال عام 2022 9.2 مليار جنيه، الى جانب طبعا نمو الايرادات بحوالي 44.3% او 44.3 مليار بنحو 19% نمو. فاعتقد ان مثل هذه الكيانات في ظل يعني تراجعات اسعار العمله المحليه هي فرصه جاذبه جدا للاستثمارات العربيه والاجنبيه، وده الحقيقه هنشوف منه كتير او من هذه النوعيه الكتير والكتير من الاستحواذات او من الطروحات خلال الفتره القادمه اللي بتستهدفها الاستثمارات الاجنبيه والعربيه. نعم. انتقل معك استاذ محمد لتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه التي شهدت ارتفاعات جماعيه. ابدا مع حضرتك من بورصه ابو ظبي والتي اغلقت مرتفعه، ما تقييمك لجلسه اليوم وابرز ما جاء فيها من احداث؟
يعني اليوم استمرار صعود مؤشر سوق ابو ظبي بعد مرحله او فتره التجميع اللي كنا شفناها في الفتره الماضيه، وخاصه بعد ان استطاع المؤشر الرئيسي لسوق ابو ظبي اختراق حاجز ال 9800 نقطه. نعم. اليوم سوق ابو ظبي بيغلق بالقرب من مستوى ال 10000، واللي قدر ان هو يكسرها خلال جلسه تداول اليوم، واغلق المؤشر بعد نهايه جلسه اليوم عند 9996 نقطه، وده بالتزامن الحقيقه مع حجم تنفيذ وتداولات بنحو حوالي مليار درهم كتداولات عاديه، اما عن سوق الصفقات بنحو حوالي 9.5 مليار. الحقيقه سيوله كبيره داخل السوق، وده كمان بالتزامن مع استمرار الاعلان عن الطروحات الحكوميه الجديده وخاصه ادنوك للغاز. الحقيقه لازالت الايجابيه بتسيطر على اداء الاسواق الاماراتيه عامه في ظل السيوله العاليه سواء المحليه او الاجنبيه. نعم. ابو ظبي بشوفه ان بالاستقرار اعلى حاجز ال 10000 بيستهدف مستوى ال 10200، وهيظل الدعم الحالي او القريب عند مستوى ال 9800 نقطه. نعم. شاهدنا ايضا استاذ محمد سوق دبي ارتفع في جلسه اليوم، ما تحليل حضرتك؟ ارتفاعات بنحو 1% الحقيقه اليوم لمؤشر سوق دبي وسط تداولات بلغت 361 مليون درهم، واغلق المؤشر بالقرب من حاجز المقاومه الرئيسي ليه وهو ال 3500 نقطه عند مستوى 3456 نقطه، وده الحقيقه كان بدعم من الاداء الجيد والقوي للاسهم القياديه بالمؤشر وخاصه القطاع العقاري، بالاضافه الى الارتفاعات القويه للاسهم القياديه مثل سهم سالك اللي اليوم حقق نسبه ارتفاع قدرت ب 4.7%. الحقيقه في حاله اختراق مؤشر سوق دبي لمستوى ال 3500 نقطة والاستقرار عليها، هنشوف المزيد والمزيد من الإيجابية والارتفاعات القوية بالمؤشر خلال الفترة القادمة، وهيظل الدعم القريب لمؤشر سوق دبي عند مستوى ال 3350 نقطة. نعم. تم اليوم تنفيذ صفقات كبيرة على سهم العالمية القابضة بقيمة 9 مليارات و500 مليون درهم. ما تقييمك لهذه الصفقة وماذا بتعني لحاملة الأسهم؟ يعني الحقيقة هو التنفيذ الكبير على أسهم العالمية القابضة اليوم بنحو 9.5 مليار درهم، يعني ده ناتج عن إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة بإمارة أبو ظبي ما بين القابضة ADQ والعالمية القابضة IHC، وده يعني كان بسبب النظر للنمو الملحوظ في قطاع الخدمات الماليه في اماره ابو ظبي وتنامي رؤوس الاموال الى جانب توافر السيوله الكبيره نظرا للنظام الاستثماري المتطور اللي بتتبعه اماره ابو ظبي. نعم. فكان طبيعي ان احنا نشوف مثل هذه التحالفات الكبيره ما بين قوتين كبيرتين داخل هذا السوق العملاق سوق ابو ظبي، وده اللي شفناه اليوم يعني اترجم على ارض الواقع في تنفيذات كبيره على سهم العالميه القبضة والصعود لمستوى 407 درهم خلال الجلسة، والإغلاق عند 403 درهم، واستنفذات كبيرة قدرت ب 9.5 مليار درهم كصفقات كبرى على السهم بتشكل 1% من أسهم الشركة. نعم. وأعتقد أنها نشهد خلال الفترة القادمة المزيد والمزيد من الصعود والأداء الإيجابي بالنسبة للسهم. نعم. بنشكر الأستاذ محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال الأوراق المالية على مشاركته معنا.